السلام عليكم حبيباتي، شطاري عندكم يك لاباس؟ بخير، نتمنى تعودوا كامل بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا راني جيت لبيم كاين الجديد تبارك الله. كي نشوفوا هادو عصارات ديال الليمون زوينين انيقين صراحه، شفتوهم هادو، هادي بحال الدجاج، شفتو انا كانت كنجاوب واحد المره واحد شكل اخر وما قدرتو، لكن هذا صراحة عجبني، هذا داير 15 درهم زوينين. شوف هذا اللون، زين هذا البوز، نشوف فيهم غير هاد جوج الالوان ياك، هذا جوج الالوان فيهم، وكاينين هاد هادو الفتلات، شفتوهم هادو ديال العجائن، دايرين لهم 40 درهم، وحده فيها واحد لتر، وحده فيها لتر ونص، وحده فيها جوج لتر، اش كاين الطفيلات؟ كاين هادو هما اللي هادو اللي كتفرقوا بهم الطاجيرات عندكم، المهم ها هما راهم اصلا ما مركبينش دابا، حتى كتركبيهم انت راسك في المجار ديالك، شتوهم دايرين شي 37 درهم هادي تقريبا. نشوف واش فيهم الالوان، تقريبا كلشي نفس اللون، روز، هادو الطفيلات ديال البيض، كانوا جابوهم ديك المرة تقريبا شي 10 درهم، ايوا اش هادشي نقولكم. كاين هادو ب40 درهم حتى هما، فيهم 4 البياسات وحدة صغار من هذا. شحال هادو ديال البيض؟ دوك الرجل، عشرة دراهم هادو، المهم كاين هاد الروبو هذا، شوف فيه ديال العصير، فيه ديال، المهم هو هنايا عصير ديال الليمون، فيه ديال عصير ديال العادي، كنظن فيه حتى داك المواس، فيه حتى المواس ديال الخضرة، شوف دايرين فيه بروغرامات، يعني عندو المواس ديالو لداخل. شنو هو الطفيلات مولع؟ كاين هاد المولات جابوهم حتى هما، معرفتش نسوي الثمن ديالهم، فيه هاد الشكل، فيهم هادا. كاين هاد كيسة حتى هما، شوف شكي دايرين بحال هكا، شتو شحال الكيسة؟ على هادو بريحة 70 درهم، دير 854، ديري لي 10 دراهم، 854 هذا 10 دراهم واخا ندوهم كلهم 10 دراهم. وهادو هاد المولات 45 ولا 30 دوز، عرفت دابا خطات السكان عاد كت هاد البراد حتى هو، شوف البنات ديرو شحال زوين، ما طيبي كافيه شي خلي غير محطوط. هادو كيمشيو مع داك لونسومبل بحال هادو بحال اللي قبض ديك المازا، شتو زعما راه سيراميك، ولكن من الداخل راه اينوكس، ما فيش هادشي من الداخل. 45، هاد الكيسة 45 درهم، زوينين. شتو البراد فيه برون بلاك، فيه جوج تيجان، تيجان التمن ديال هدا، شنو هدا تاني، شنو هما لي شفت،
هادو الطابلات كنت شفتهم ديك المره وريتهم لكم، هادو راه دايرين شي 800 درهم. كاينين الالومنيوم ما تبقاش تلقى عندك المشكل ديالو بغيتي تقطعيه. كاينين طابلات هاد المقلات شوف هاد دايرين 80 درهم فيها 22 سنتيمتر، فيهم الوان مطابعين. هذاك الكاس ديالو فيها ديالها، كاين هادي ديال الغرير والكريب وهادي شفتي كتير هادي 70، هادي 70 ديال الغرير ديال الكريب كاين مول. كاين هذا النشار ديال الحوايج، نوك شحال دايرت نشغلو. كاين هاد الباني تقريبا كتكون دايره شي 200 درهم، راه كبيرة تقدر تحل على جوج جوايج. شتو هادي شحال؟ 300 30 3000 300 درهم 3000. وهادي ديال 30 20 هادي ديال هاد الموان ديك سميتو شي يقول هو يلا بابو ديرو فيها داك الصابون ديرو فيها شو تعتبر هاد الشكل ديالهم 20 درهم. شوف الصابون ديال الماء عندي هنا، دوك البونجات هنا اللي عندك دوك الشيتات باش تحكي 20 درهم. نشوف واش الكولور كاين في الكولور. فيها لي الوان، فيها هذه اللي هي الشيبي، شوف كاين هاد الغوي هاد اللون بحال الشيبي بحال الخضر بين وبين. يعني الغوص كاين واحد في فيه الشيبي. المهم راه مطبلات كما نتوما واضحه لكم، زوين الشكل ديالها كيما قلت لكم. هادي كما قلت لكم هاد الباني انا غنشوفها لكم دابا، دايره 300 درهم. عندو واحد الفلفل كتنفضل بيه، شفتي كيفاش كيديرو له؟ المهم هاهي تحلات زوين. عندو واحد البروغرام ديالو القفل، شتو وكتحليه إلا بغيتي تحليها كاملة. المهم معرفتش مبغيتش نبقى نخربق بيها دابا أنا. المهم كتحلي، راه دايرة نفس الصورة أنها كتحل، يعني غيكون عندها شي لعيبة. ها هي وقع هي هاد البطونات الحمراء اللي هنا الجناب كتورك عليهم كتنحل. شتوها انا فتحتها وعندها هاد الكويسات، عندها جوج كتحطي واحد تحت من هاد الباصه باش يتكب فيه داك الماء اللي كيقد لك ديال داكشي اللي كطيبي. تعرف كي ضروري كتل اللحم ولا اي حاجه كتلاق الماء. ها هي دايره هاد الكاس من هنا، والكاس الاخر ها هو حتى كيجي من هنا. كل جهه فيها بلا بلاصه جديد ديال بيل. هانتوما هادو ثلاثة صينيات بحال شكل مرايا، زوينين ثلاثة. شوف
كيجوا الشكل ديالهم زوين صراحه في الحطام. شوفوا بنت ليا قياسه ما عرفتوش هادو دايرين 200 درهم من البلاصه. انا غادي نشوف الكارطونه تاعهم العبارات. هادو ما كاينش فيهم شحال ديال العبار ديال هادو شحال سنتيمتر كل وحده. دوك اللي كيتفرجوا ما كيشوفوش شحال خاصهم يعرفوا شحال العبار. هما بلا شي واقيلا نابطات هادو هادو ليه هادو ناب ديال الطبلة ناب ديال الطبلة ياك هادو لي ناب ديال الطبلة 13 درهم. كاين فيه اللوان يلاه جابوهم نشوف هادشي حداك دايرين من الداخل. بات لي الدنيا عمر جبت السلعة عمر ما كانش ديك النهار فين كانت خاوية الدنيا رايونات كانت خاوية. شفتو الشكل ديالها فيها القطاع هاد الخضرا فيها كلشي يدوية داير 80 درهم. كاينة هاد القميلة دايرة 300 درهم. زوينة ثقيلة وكبيرة دايرة 300 درهم. كتهز هاد القميلة 32 سنتيمتر كتهز 8 متر ونص جرماني. كاين بنات هاد الطاسل شحال ديال هاد الطاسل خويا عشرين 30 المهم بين 30 و 20. كاين هادو هاد هي بصايبة هادي هادي تاع كتكونو كتاكلو الزريعة ولا شي حاجة عند القشور تحطها حداك لقيت لها فيها كوبي دايرة 13 درهم. ياك 13 درهم هادي 13 ياك. كاين هادو ديول معاها القلماس كاين هاد الشكل الطويل كاين هاد الشكل الطاير فيه الألوان كاين الغوز كاين هاد القبيح صافي تقريبا هادو هما الألوان لي كانو ليا كنيتو. صافي هاد الشباكي كانو ديك المرة عاودو جابوكم هادو ديال البيض الشبابن 5 دراهم. هاد الشبابن 5 دراهم. كاين هاد البانيويات 3 واحد كبر من واحد شفتهم. هاد 50 درهم هادو تقريبا شي 50 درهم. كاين هادو ديال الما كنجيبهم ديك المرة شي 15 درهم كيديرو تقريبا ياك 15 17 ونص. كاين البنات هاد البواطات راه هما الخضرين الغلاق ديال الخضرين كيديرو 5 دراهم. البنات هادو راهم فيه لي كولور زوينين ديال التلاجة. انا راه كنت كنصور لقيت راسي ما صور كنصور حتى حاجه كنت كنصور فيهم ماما وشي كيسان زوينين وملي جيت للدار لقيت راسي ما صورتهمش. المهم راه زوينين ب5 دراهم راه نتمنى يكون واضح لكم شويه. المهم مكبرش بزاف. وكاين هذا الغذائي اللي كيتحل سهل في الاستعمال ديال التريفيل اللحم الخضره اي حاجه بغيت في الكونجيلاتور شتو كيتحل وكيتسال سهل. راه فيه هاد كبار هادو كبار كيديروا 19 درهم 15 بياسه
وكاينين الاخرين صغر منهم في الحجم، حتى هم 15 بياسه ب 15 درهم. بحال جات بدرهم البياسه، زوينين. كاين لنا البنات عاوتاني هادو ديال الالومنيوم ديال جي طابل، فهمتي؟ كدير فيهم الماكله جي طابل، كتبقى شاده الحراره وتغطيها بالالومنيوم، زوينين. 5 ب 10 دراهم. كاينين هاد الشطابه البنات هي بحال الزعافه ديال السقف، زوينه، كدير 16 درهم، ديري لها العصا ديالها وتخدمي بها، زوينه. هاد الكيسان هما اللي قلت لكم البنات، راه كنت عارف راسي كنتصور، ما كنت راسي ما كنصورهمش. هادو راه ب 40 درهم. كاينين الصغار ديالهم واش 35 و 30 35، ما متاكدش حتى هو من الثمن ديالهم، زوينين. كاين وحدين اخرين ما تصوروش ليا، هادشي البنات اللي كاين. وهادو ديشارجا ليا التليفون، هادو دايرين 13 درهم تقريبا. المهم البنات انا راه حطيت لكم الديبليون في الاثمنه، باش اللي ما قلتش لكم الثمن ديالها تعرفوا الثمن ديالها من هذاك الديبليون. هادي تاي ديال الكلاص ما عرفتش الثمن ديالها، ما عرفوش الدراري سولتهم ما عرفوش الثمن. كاينه رانا وريتها لكم. كاينه وحده اخرى ديال طاتش كدير 100 وما عرفت، قال لي 130 تقريبا. هادي شتيها طاتش، كيما كتعرفوا الدراري حتى هما مابقاوش معارفينش الاثمنه، يعني ولاو كيجيبوا السلعه حتى ديها لاكيس دوزيها عاد تعطيك الثمن. هادي تاهي ديال السبور زوينه، هادي تاهي ديال الرحله راه كاينه في ديبليون، كاتبين الثمن ديالها، شتوها زوينه. ديال الخرجات كومبينغ زوينين، كتطلع عمليه صافي البنات. كاين هذا حتى هو الفاسك، هاد اللي غيبان دابا ديال الطواليط، حتى هو لقيتو تما ما عرفتش الثمن ديالو. المهم كاين هاد الطباسل هادو دايرين 20 درهم قال ليا. كاين هاد السبادريات 150 درهم ديال البنات والرجال، فيهم كاع لي طاي زوينين تما خفاف. وهادي ديال الحريره راه ديجا شفتو هذيك المره دايره 150 درهم. وهاد الفرشيطات دايرين 6 دراهم صغار، كاين الكبار راه مادو الصغار دير تقريبا شي 20 درهم. المهم كاين تمام في الديبليون البنات. المهم البنات كيف ما قلت لكم هما الاثمنه في الديبليون دابا كيف ما كتشوفوا معايا، راه في تقريبا كاع داكشي اللي صورت لكم اغلبيتهم كاين الاثمنه هنا، ما عدا شي وحدين اللي باقي راه ما تحطش حتى الديبليون ديالو، باقي ما تحطش، يعني باقي غيجيو في الديبليون الماجي ان شاء الله. ويلا البنات، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا شويه واستفدتوا شي حاجه. وكيف ما كنقول لكم دائما، ما تنساونيش من لي لايك، لاول مره يدخل لاشين ديالي مرحبا بيه، تابونا عندي باش يوصلوا دائما الجديد. لاشين ديالي راه متنوعه، فيها فلوقات، فيها طبخ، جمال، كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.